طيب دلوقتي عندي قاعده بيانات جاهزه الحمد لله ربنا كرمنا ولقيناها اهي عشان نقدر نشتغل على الوظائف الباقيه اللي عندي. طبعا الاوبجكت الاخير اللي احنا اتكلمنا عنها التيبل الكويري وشويه وهلاقي هنا عندي الفورم تمام وشويه وهلاقي عندي الريبورت التقارير. طيب يبقى هنا على ايدي الشمال بلاقي قدامي حاجه اسمها all access object اللي هي كامل الكائنات اللي المفروض تم انشائها. عاوز تخفيها بتقفل السهم، عاوز تفتحها بتضغط عليه تاني بيتفتح، بنسميها شاشه الوصول للكائنات اللي قدامي. شاشه الوصول اللي قدامي دي اول حاجه عندي فيها التيبلز او الجداول، وبلاقي ان انا عندي كام جدول تم انشائهم. دي المفروض ان هي قاعده بيانات بيمتحنوا عليها في الاي سي ديل. خلاص طيب دلوقتي انا عندي مجموعه من البيانات دي، موجود عندي الكار اي دي، الفيرست نيم، السور نيم اللي هو الاسم الاول والاسم الاخير، الفيهيكل نمبر وتاريخ التسجيل وتاريخ التعيين او تاريخ الانتهاء، المنتج اسمه ايه، وهكذا. مجموعه من الايه البيانات الخاصه بالشركه دي او بالموظفين او على حسب. طيب اتكلمنا في ترتيب البيانات ascending و descending، خلاص مش هنرجع لها تاني. لكن انا دلوقتي في الجزئية بتاعت مين؟ السيلكشن او الفلترة اللي احنا اتكلمنا عنها. انا دلوقتي قدامي مجموعة من البيانات وعاوز استخرج منها بس البيانات الخاصة بالبرودكت اللي اسمه مثلا جولد او البلاتين او مش عارف السيلفر الفضة، اي ما يكون انا عايز مثلا ادور على مين؟ عن جولد. فببدأ احدد الكلمه اللي انا عاوز الريكوردات بتاعتي تظهر من خلالها. بلاقي هنا عندي سيلكشن، بفتح السهم اللي جنبيها بلاقي فيها ايه؟ اول حاجه ايكوال جولد، يعني ايه بقى؟ يساوي كلمه ايه؟ جولد. اذا هيطلع لي كل البيانات الخاصه بمين بس؟ بالجولد. تعالوا نشوف كده، البيانات كلها موجوده والجدول موجود، هو بس عمل فلتره وخد لي بس البيانات الخاصه بالمنتج اللي اسمه ايه؟ جولد. تمام؟ لا انا مش عاوز الفلتره دي، فهقول له توجل الفلتر، الغي الفلتره، هتبدا تتلغي معايا. خلاص كده؟ طيب انا عاوز مثلا السيلفر، وهروح اقول له ايه؟ سيلكشن ايكوال سيلفر. لو انا قلت ايكوال سيلفر يبقى هيجيب لي بس اللي ايه؟ الايكوال سيلفر. لا انا عايز المره دي دونت ايكوال سيلفر، يبقى هيعمل ايه؟ هيشيل اي حاجه خاصه بالفضه وهيسيب كل المنتجات الباقيه اهو. هتبص تلقى كل حاجه خاصه بالفضه مش موجوده، لان انا قلت له دونت ايكوال يعني لا يساوي. كلمه لا يساوي بتعادل عندي ان انا نقي كل حاجه غير الا مين؟ الا الحاجه اللي انت اخترتها. خلاص كده؟ طبعا بنلغي الفلتره، بنرجع نقول له ايه؟ توجل فلتر. نرجع كمان مره في السليكشن اللي قدامي. السليكشن اللي قدامي بيقول لي ايه؟ هلاقي ايكوال 11. ليه؟ اصلا انا واقف عند مين؟ الرقم 11. انا التحديد عندي المره دي على رقم، خلاص؟ لا تعالوا بقى نختار مثلا البيانات الخاصه بايه؟ بالبلاتين، البلاتينيوم. البلاتينيوم انا حددته ورحت قلت له ايه هنا المره دي؟ عندي حاجه اسمها كونتين بلاتينيوم. كونتين بلاتينيوم يعني اي حاجه، اي سجل موجود فيه ما يحتوي على الكلمه هيجي. لو انا قمت قلت له دلوقتي اختارها هتبقى بالظبط زي ايكوال بلاتينيوم، لان انا مختار كلمه كبيره، فعشان ان الكلمه الكبيره دي تتوفر هيبقى صعب، فطبيعي ان انا مش هلاقيها غير في الريكوردات متسجله على بعضها. لكن امتى الموضوع ده ينجح؟ لو انا مثلا قلت له هات لي سيتي، المدينه، هات لي اي حاجه فيها ان، اي حاجه فيها ان، واجي هنا اقول له سيلكشن اختار لي ما يحتوي على ان. كل البلدان اللي فيها حرف الان هتلاقوها اتكتبت. لوس انجلوس، عندي نيويورك، عندي الكلمة الغريبة دي اللي اخرها ان. المهم ان اي حاجة بتحتوي على حرف الان
جاتلي، لانه بيقول لي كونتين، كلمه كونتين يعني تحتوي. خلاص اللي عكسها هتبقى عندي ايه؟ دونت كونتين، لا تحتوي. وطبعا خلي بالك في كل مره هو انت محدد ايه. لاحظوا ان انا كنت محدده حاجه، دلوقتي بقت متحدده حاجه تانية، وكل مره الفلتره بتاعتك لازم تلغيها عشان تعمل فلتره جديده على ايه؟ على حاجه صح. جزئيه الفلتره في حاجه مش مفهومه؟ طيب لو عندي بقى ادفانسد، الشكل ده بيفكركم بحاجه خدناها المره اللي فاتت؟ ها الفلتره اللي كانت موجوده في الاكسل، بس احنا مش هنشتغل عليها. انا يكفيني ان انتوا تفهموا الفلتره البسيطه اللي هي عباره عن equal to doesn't equal او equal لحاجه، doesn't equal لا يساوي. طبعا هنا عشان ارقام بيتعامل بليس ذان باكثر من واكبر من، لكن لو انا بتعامل مع نصوص هتبصوا تلقى عباره عن ايه؟ يحتوي ولا يحتوي. خلاص يعني لو قمت انا دلوقتي خدت على فكره الارقام، هاخد رقم 11، فهو هيدور على اي حاجه فيها رقم 11 في الحقل ده، وهيبدا يجيب لي السجلات الخاصه بيها. هاجي اقول له سيليكشن، هلاقيه بيقول لي ايه؟ ايكوال 11، يعني كل اللي فيها 11 هتيجي. دونت ايكوال 11، يعني كل اللي فيه 11 مش هيبقى تبعي. طيب ليس ذان او جريتر ذان، يعني اقل من 11 يعني 10 فيما تحت هيجيبه لي، اكبر من 11 11 ونص 12 13 فيما فوق هيجيبه لي. فهمنا جزئيه الفلتره؟ هي كل القصه انك تعرف تترجم الكلمتين صح، هتختار الفلتره الصحيحه. خلاص كده. طيب نيجي على عمليه ريفرش. ريفرش دي مهمتها ايه؟ تحديث. ريفرش لاي حاجه تحديث. والله دخلت بيانات جديده وعايزها تتسجل في قاعده البيانات بتاعتك، لازم تعمل ريفرش. خلاص كده. طيب لو قلت له نيو هتلاقيه بيقول لك ايه؟ كريت ا نيو ايتم، انشئ عنصر جديد. العنصر الجديد ده ايه؟ والله انت واقف فين، هو المفروض ان هو هينقلك على نيو حاجه جديده. يعني انا لو انا واقف في، انا اوريدي عشان واقف في ريكورد جديد هيبدا التسجيل فيه. خلاص طب تعالى خليك واقف هنا، هتلاقي نيو اتفعلت. ركزوا في الجزئيه بتاعت النيو، سيف وديليت كده. لو انا واقف في جزئيه جديده، ما انا اوريدي واقف في الجديد فمحذوفه مش متفعله معايا. لكن لو انت واقف في قلب الريكوردات وعاوز تعمل تسجيل جديد، هتبص تلاقيها نقلك على السجل الايه؟ الفاضي، عشان تبدا تكتب وتدخل البيانات بتاعتك. خلاص. طيب خلصت ادخال بياناتك الجديده، هتروح تعمل له ايه؟ سيف، حفظ. طب ينفع اروح على السيف دي؟ اه مفيش اي مشاكل، دي او دي مش هتقول لك لا. خلاص كده. طيب الديليت، لو انا عاوز احذف اي ريكورد بتقف عليه، هتلاقي عندك ديليت ايه؟ اتفعلت. هتحذف الريكورد من قلب السجل. يبقى دي كده التعامل مع الداتابيز بتاعتي من حيث السورت، ترتيب الفلتره، التنقيه او التصفيه، من حيث اضافه سجل جديد، حفظ السجل الجديد، حذف السجل اللي انا مش عايزه. في حاجه لغايه دلوقتي مش مفهومه؟ طيب سبيلنج، سبيلنج بالنسبه لي زي ما كنا واخدينها في الوورد، اللي هي بيدور على الاخطاء الاملائيه اللي موجوده عندي. لو انت عندك كلمه فيها خطا املائي هيطلعها لك عشان تبدا ايه؟ تبدل حرف، تزود كلمه، تقول له اد تو ديكشنري، الحوارات العاديه بتاعه الايه؟ السبيلنج. خلاص. طيب التوتال، التوتال دي عباره عن مجموعه من العمليات الحسابيه اللي بنعملها زي اللي في الاكسل، نقدر نعملها على الداتابيز بس مش موضوعنا ومش هنتكلم فيها. خلاص كده. طيب فاكرين فايند وريبليس، اللي هو بتدور على كلمه او على حاجه جوه السجلات بتاعتك، او عاوز تبدل كلمه مكان كلمه، كنا واخدينها في الورد قبل كده. انا دلوقتي لو قمت قلت له ريبليس هيقول لي هو انت عاوز تبدل كلمه ايه بكلمه ايه. خلاص كده. طبعا على حسب ما انت عاوز تبدل هتقول له ريبليس ولا ريبليس اول. لغايه دلوقتي في حاجه مش مفهومه في الجزئيات دي؟ طيب عندي دلوقتي الفورماتنج وشرحناه في بدايه ما شرحنا، فيها حاجه صعبه؟ طيب نرجع تاني. الاول حاجه في هوم كانت مين؟ كات وكوبي وبيست والفورمات بنتر، اللي هي مش متفعله دلوقتي، بس لو انا وقفت على كلمه زي دي خلاص، ورحت عملت لها مثلا بولد،
هنلاقي ان هي برضو مش متفعلة بالنسبة لنا هنا. خلصنا كلام ولا لسه؟ طيب يبقى عندي الكليب بورد، عايز اعمل كات تو كوبي، عايز اعمل بيست لصق، عايز اعمل فرومات بنتر، كل ده بعمله من القايمة بتاعتي الكليب بورد اللي هي الحافظة بتاعتي. وطبعا انماط العرض هنا اتفقنا ان احنا كنا بنلقى انماط العرض او الفيو بتاعتي في الاكسل في الباوربوينت في الوورد كتبويب جنب التبويبات بتاعتي اللي فوق اللي هي شريط القوائم، لكن انا هنا في الاكسس بلاقيها موجودة في قائمة هوم عبارة عن وضع الداتا شيت فيو ووضع الديزاين فيو. لحد دلوقتي الجزئية بتاعت شريط الهوم فيها حاجة صعبة؟ خلاص هتبدأوا تطبقوها دلوقتي على السريع، الجزئية بتاعت الريكوردات اللي هنا دي وبتاعت السورت اند ايه فلتر، وبعد كده نرجع نكمل اللي احنا بنقوله. خلاص طيب دلوقتي اخر حاجه معانا في صفحه الداتا شيت بنتعامل معاها كيوزر هي فكره التنقل بين السجلات في الشريط النافيجيشن اللي تحت ده. تمام، الشريط ده موجود فيه كلمه ريكورد وبلاقي فيه كلمه ايه، اولا في اسهم، في حاجه اسمها كفايه عشان مش عايزه اخرج عن شعوري، اللي ماسك الزفت الكيبورد يسيبها، ما هو في حاجه. الله، ما تاخدوش هزاري معاكم باسلوب وحش عشان ما نزعلش من بعض. عندي هنا فيرست ريكورد وفي قصاده الناحيه الثانيه حاجه اسمها لاست ريكورد، ده بيعمل ايه؟ ده بينقلني لاول ريكورد عندي، شايفين بيحط السليكشن فين؟ خلي بالكم عينكم على الشاشه معايا. طيب لاست ريكورد هتبص تلاقيه بينزلكوا الاخر ريكورد معاك في الايه؟ في الشيت. تعال نخش على شيت غيره كده عشان تشوفوا برضو، ده شيت اهو، لو انا قلت له وديني عند، طبعا اوريدي انا واقف في الاول فعايز وديني عند اللاست ريكورد هينزلني اخر واحد والفيرست ريكورد اللي هو اول واحد. خلاص طيب بعد الفيرست هلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ نيكست. نيكست اللي هو ايه؟ التالي، يعني تاني واحد وراه على طول. يعني انا مثلا لو واقف في الريكورد ده كده وقلت له نيكست هيوديني على اللي بعده على طول. طيب في حاجه اسمها ايه؟ بريفيوس او السابق، اهو السابق، يبقى هيطلع لي ايه؟ ريكورد واحد بس. خلاص كده يبقى دي كده لو انا عاوز اوصل لاخر ريكورد او اول ريكورد او اروح للتالي او اروح للسابق. طب انا عايز اروح على ريكورد محدد، عايز مثلا اروح على دول عندي 18 ريكورد، انا عايز اروح مثلا على رقم وليكن 9، عندي الارقام اللي قصادي دي هروح اكتب فيها 9 خلاص وادوس انتر هيبدا يوديني على الريكورد رقم كام؟ 9. طبعا انتوا هتقولوا مفيش ارقام هنا، انت لو عديت هتلاقي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 وانا واقف في مين؟ 9. خلاص كده يبقى دي حكايه التنقل بين الايه؟ بين النافيجيشن بتاعتي. طيب انا عايز ادور عن كلمه معينه اقول له سيرش، يبقى بتكتب الكلمه اللي انت عاوز تدور عليها وبيبدا ينقلك للريكورد اللي هي موجوده ايه فيه، زيها زي كلمه مين هنا فايند. خلاص كده في حاجه صعبه في الموضوع؟ احنا كده قفلنا التيبل من حيث الكرييت والكرييت في وضع الديزاين وفي وضع الداتا شيت. تمام، واتنقلنا في الريكوردات وعرفنا ازاي نملى البيانات والحمد لله قفلنا التيبل خالص، والمره الجايه هنبدا مع بعض الكوير. خلاص تمام كده.